بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الحجامة وأمراض العين من خلال تنشيط الدورة الدموية وتحسين نوعية الدم ورفع نظام المناعي للجسم. كل ذلك يؤدي إلى تحسين الرؤية وعلاج بعض أمراض العين، ولكن أنصح باللجوء إلى الحجامة مع الدعاء بأسماء الله الحسنى وبخاصة باسم البصير، فهو القائل سبحانه وتعالى: والله الأسماء الحسنى فادعوا بها. هذه السورة سورة الإعراف آية 180. فالعلاج بأسماء الله الحسنى أمر صحيح وثابت ومجرب، والله لا يرد من سأله بأسماءه، والله أعلم.